السلام عليكم، مساء الخير. انتهينا والحمد لله من برنامج سواعد الإخاء 6. هذا العام البرنامج يتكلم عن موضوع العظماء في العالم الإسلامي على وجه الخصوص في الحاضر وفي التاريخ، وسبحنا قصص وأخبار، فهو مشبع مليان قصص وحكايات وأخبار وطرائف وعجائب وغرائب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. تحت. يلا بسم الله. يلا بسم الله. اللي شاركوا بالحلقة هذه بالدورة هذه الشيخ عصام البشير، الدكتور محمد العريفي، الدكتور محمد بوس الشريف، الشيخ عبد الرحمن الشهري، عبد الرحمن بن معاضة المفسر، الدكتور محمود المصري، الدكتور علي الصلابي، الأستاذ جهاد الترباني صاحب العظماء 100، والأستاذ عبد المحسن الأحمد، الدكتور عبد المحسن الأحمد، مدير البرنامج الدكتور محمد السيد، والرعاة جزاهم الله كل خير آل الماجد، الشيخ خالد الماجد وأخوه محمد. الإضافة الجديدة في هذا العام الدكتور عبد الرحمن معاضة الشهري، مفسر ومؤرخ وموسوعي ما شاء الله يغبط، والدكتور الطيار محمد موسى الشريف، وهو معلومات ثرة وثمانية تاريخية وإضافة جميلة، وكذلك الشاب اللامع جهاد الترباني، وما شاء الله ذكي ومتوقد وعنده معلومات جميلة وإضافة جميلة، وكذلك الأستاذ محمود المصري، وهو عاطفة ومعلومات مفيدة وثمينة ووعظ مؤثر ما شاء الله. الغائب الحاضر الشيخ عايض بن عبد الله القرني، مقعده فارغ، مكانه ما يسد أحد.